أحسن الله إليكم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ في آخر أسئلته عن القضاء والقدر، ما تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا؟ نعم، الله جل وعلا بين أنه سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وأن الحال لا تدوم. إذا كان الإنسان على خير فإن الخير لا يدوم في هذه الدنيا، وإذا كان على حال يد الخير على حال سيئة أو فقر أو حق فإن هذا لا يدوم أيضا. فالله جل وعلا يغير الأحوال، والله وعد في هاتين الآيتين أن مع العسر يسرا، فإذا اشتد الأمر فإن هذا دليل على قرب الفرج، وأنه إذا اشتد العسر فإنه قريب، فإنه دليل على حصول اليسر. إن الله جل وعلا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر بالألف واللام معرفا بالألف واللام، وكرر اليسر منكرا، مما يدل على أن كل عسر فمعه يسران. ولهذا يقول بعض العلماء لن يغلب عسر يسرين، لأن النكرة إذا كررت دل على تكرر الشيء وكثرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم.